طلاب الأعزاء، عندنا إضافات الفصل الثالث يونت 3. الموضوع كل سهل وبسيط جدا. هاي الأفعال لما نريد ننطي النفي مالتها راح نقول this، نضيف مثلا فعل like يحب، dislike لا يحب أو لا يرغب، فنضيف this للفعل حتى ننفي للفعل. هاي الفكرة عن التمرين. عندك like يحب أو يرغب يصير dislike لا يحب ولا يرغب، obey يطيع، disobey لا يطيع، trust يثق، distrust لا يثق، appear يظهر، disappear يختفي، please مسرور، displease مستاء أو غير مسرور، connect يتصل، disconnect يفصل. وعندنا أهم واحدة طلاب الأعزاء تنتبهون عليها اللي هي encourage يشجع. الفعل encourage حتى ننفي راح نحذف الـEN، يلا نضيف الدس، دير بالكم ودائما تجينا بالوزارة الطلاب انتبهوا عليها، فصير discourage. هنا أنا قلنا encourage يشجع، discourage لا يشجع. تمرين حلو ومهم وبسيط وبدرجة مضمونة بالإضافات. تحياتي لكم.